السلام عليكم شباب، شلونكم؟ زينين ان شاء الله. وياكم مشارك اليوم، جايب لكم لعبه ببجي موبايل. بس مثل ما تشوفون على الحاسبه، تشوفون على الماوس. اليوم شيء راح يختلف. اليوم هذا طبعا اول فيديو اسوي، او يمكن ثاني فيديو، لان ذاك الفيديو نشرته، مو نشرته، انا سويته بث مباشر، بس ما اعرف كان اكو خطا، وهم كان اكو مشكله الظاهر بالاتصال مالتي او بالفيديو، ما اعرف يعني. فسويت هذا الفيديو الثاني حتى بلكي يطلع زين وانشره، سويت تسجيل ذاتي يعني. على العموم راح نبدا اليوم نلعب. طبعا راح اختار سانوك لان انا اقوى شيء بيها. راح نلعب على المركز الاول ان شاء الله، ان شاء الله المركز الاول. فخلونا نبدا بيها اللعبه. طبعا شباب خاف تشوفوني، خاف تشوفوني شوية متوتر، فلان هذا أول فيديو، يعني أنا ما أعرف ليش متوتر، يعني هو أنا فيديو جاي أسجل بيه وبعدين أقدر أقطع الشيء اللي ما يعجبني بيه، بس شو أسوي يعني، بعدني متوتر. خلونا ننزل كام برافو. الأخر ما عليه. يعني ما اعرف. يلا على اللعبة الجاية، اللعبة الجاية راح نلعبها، نسوي لعبة قوية. بس هسه هاي اللعبة لا، يعني نعارك على المركز الأول. راح تشوفون، راح تشوفون. لا هنا أنا غير، هنا أنا راح ننزل بكام ألفا ما دامها بالبداية قريبة. خلونا بس دول أعالجهم وبعدين أسوي الضوء. ذاك واحد طبعا. بس هسه انا لازم يعني احصل فضل كبير، لان انا جاي اشتغل او اسمع بسماعة واحدة. بركب هذا واحد، انا اريد اقتلها هسه حاليا بالانفور حتى احصل بيها النقاط. حتى لو بوتات عادي ما عندي اشكال، انا عادي مو محصل انه قتلت واحد. يقول لك لوحك، بس حرام ما شردت انت. حلو حلو، بس انا ما راح ابقى على مودك، ما تلحقني ما تلحقني. بس وقف وقف، تعنيني تعنيني شوي، تعنيني معاك. طيب حلو، ليش حلو؟ ما يسرق الا اعتذر، اسف، نتلاقي بالاخير. احنا نقول يا رب احد شافنا، نقول لا. لا لا، هالمرة غير، هالمرة غير، هالمرة راح تختلف استراتيجيتي وياهم. هالمرة ما راح البط، ما راح اسحب سحوف، لا، هالمرة راح اهجم هجوم كاسح. خلونا نشوف.
وين تروح لعب؟ خمان بين خمان بين، يعني إذا ما فزت بهذا الجيم فمعناها مؤامرة. أخوك قدامكم، هو عنده انفور وأنا عنده انفور. شوفه بالله يفوز. لا tam karşımda Ali Bey duyuyorsun. Tam taşın altında. Sıkıntılık canı şu an. Salak o ya. Faz. Yalla tutar. يلا شباب، اعتقد هو هذا كافي الفيديو اليوم. مثل ما تشوفون الحظ ما قاعد، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الثانية، وان شاء الله نلعب عدل وبلكي نفوز المرتبة الاولى. في امان الله.